مساء الخير أديب، كيف فينا نحدد تقل الدين وبالنسبة لشو؟ عادة رونالد بيستعملوا مؤشر هو نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي. يعني الدين العام بلبنان بيمثل 140% من الناتج المحلي، يعني أكثر من 40% من كل الثروة موجودة بلبنان. بس رونالد هون عنا مشكلة. مشكلة؟ بضل في مشكلة، بدك تعي مشاكل قديمة، ما بعرف ليه. مشكلة أنا عم أقارن شغلتين ما لهم علاقة ببعضهم، عم تقارن مبلغ جامد يلي هو الدين مع تدفقات مالية يلي هو الناتج المحلي. يعني كأنه عم نقارن الجزر مع التفاح. مظبوط. ثاني شيء، الناتج المحلي بقيس الثروة يلي نتجت بسنة معينة ببلد معين، أما الدين فهو من المطلوبات، وإذا كان دين عام هو مطلوبات على الدولة. وأهم شيء رونالد إنه الناتج المحلي ما بيعود للدولة، يعني الناتج المحلي هو اللي بتنتجه الشركات مش الدولة اللي بتنتجه، يلي بيرجع للدولة هي الضريبة يلي تفرضها على الناتج المحلي. يعني مثلا بلبنان إذا كان الناتج المحلي 40 مليار والمداخيل الضريبية تبع الدولة 8 مليار، يعني حصة الدولة بالناتج المحلي هي 20%. بس لازم نقارن الدين مش بالنسبة للناتج المحلي للي هو كل نشاطات الشركات بلبنان، بس بالنسبة لحصة الدولة من هالناتج المحلي للي هو الضرائب بالنتيجة. يعني رونالد بنشوف إذا قارنا الدين بلبنان اللي هو 60 مليار تقريبا بمداخيل الدولة الضريبية اللي هن 8 مليار، بنشوف إنه الدين بيساوي 7.5 سنين من مداخيل الدولة الضريبية. يعني الدولة إذا ما عملت شيء بدها ترد هالدين بس بدها 7.5 سنين. وكمان فينا نقارن هالمداخيل الدولة الضريبية بفوائد الدين، يعني إذا كانت مداخيل الدولة الضريبية 8 مليار فوائد الدين 4 مليار، بنشوف إنه هالفوائد بشكل 50% من مداخيل الدولة الضريبية. يعني الدولة بدها تدفع نص ضرائب تتخذت الفوائد والنص الباقي لكل شيء باقي لتشغيل الدولة وللاستثمارات ولتحويلات لكافة الوزارات. وبالنهاية كله هيدا رح يؤدي إلى عجز وإلى زيادة الدين أكثر وأكثر. كمان رونالد فينا نقارن فوائد الدين اللي 4 مليار بعدد السكان بالبلد يلي هن تقريبا 4 مليون، يعني كل واحد بلبنان بده يدفع $1000 بالسنة تسديد لفوائد هالدين، يعني تقريبا معيش واحد كامل. وإذا اعتبرنا إنه السكان بلبنان اللي عم يشتغلوا هن 50%، يعني كل واحد عم يشتغل صار بده يدفع $2000 بالسنة تسديد لفوائد هالدين. يعني الأرقام كأنه عايشين بظلام وكل واحد عم يجرب يدوب محل، وهدفنا نعرف شو في وراء هالأرقام. بنشوفكم بحلقة جديدة، ما تنسوا. وشغلة مهمة كتير إنه أكيد بشهر رمضان المبارك رح نوقف، وأكيد رح نرتاح أنا وأديب شوي صغيرة، بس كونوا أكيدين إنه راجعين بحلقات مميزة وكتير حلوة. تابعونا.